اسمعوا الشركة في مفاتيح الجنان. قال تقول في الدعاء، وهذا في صفحة 13200، قال تقول في الدعاء: يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان. المقام. ولذا احنا الآن في يقين الأخوان الناس ما تقصد من قوله مثلا اكفياني أنه هم، لكن هذا لما يقدم للآخرين قل تعالوا شوفوا الشيعة يعتقدوا كذا بهالمعنى. أنا دائما أقول حتى لو كان الذي يقصد هذه الكلمات يقصد خيرا علينا أن لا نقرأها، لأنها تقدم عقيدتنا للآخرين بغير الصورة الواقعية التي إحنا نريدها في المقام بوضوح. إذا أريد أن أعبر إحنا عن تفكيرنا وعن عقيدتنا وعن كذا، عبر عنها بوضوح من دون أن تكون فيها بعض الالتباسات التي ربما تعطي صورة أخرى، خصوصا أن هذه الكلمات لم يرد فيها لا نص مثابت وصحيح لا من الله ولا من نبي ولا من إمام في هذا المجال هذا. وأن لا تنسب أي شيء لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا الآن مثلا في دعاء يسموه دعاء الفرج، هذا أولا هذا الدعاء ليس مرويا عن أحد، واحد شايف طيف شايف الإمام واحد دعاء، وهذا ليس له سند ولا أساس. مثلا هذا يقرون الناس مثلا لما أول شيء يا الله كذا، يا علي يا محمد يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. لا، الله يقول يا كافي من كل شيء ولا يكفي منه شيء. هم لا يكفون بذاتهم، الله هو الكافي، الله هو الناصر، الله هو الرازق، الله هو المنقذ. نعم هم إذا أريد أن يكفوا يكفوا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من باب أنه آلة في الكفاية، هم وسيلة من وسائل الكفاية، وليسوا هم الذين يكفون، ليسوا هم الذين ينصرون، ليسوا هم الذين يرزقون، ليسوا هم الذين يحيون يميتون. ما في ما هم يعني لما نقرأ أدعية الأئمة وأدعية النبي وكذا كلها نشوفها على أنها أدعية تجعل أنه يشعر أنه ليس عنده شيء أمام الله سبحانه وتعالى. ولذا احنا نقرأ دعاء يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، هو الذي يكفي من كل شيء ولا يكفي من كل شيء غير الله سبحانه وتعالى. هذا أصالة التوحيد في هالمقام. ولذا احنا الآن في يقين أخو الناس ما تقصد من قوله مثلا اكفياني أنه هم، لكن هذا لما يقدم للآخرين قل تعالوا شوفوا الشيعة يعتقدوا كذا بهالمعنى. أنا دائما أقول حتى لو كان الذي يقصد هذه الكلمات يقصد خيرا علينا أن لا نقرأها، لأنها تقدم عقيدتنا للآخرين بغير الصورة الواقعية التي إحنا نريدها في المقام بوضوح. إذا أريد أن أعبر إحنا عن تفكيرنا وعن عقيدتنا وعن كذا، عبر عنها بوضوح من دون أن تكون فيها بعض الالتباسات التي ربما تعطي صورة أخرى، خصوصا أن هذه الكلمات لم يرد فيها لا نص مثابت وصحيح لا من الله ولا من نبي ولا من إمام في هذا المجال هذا. هلا في كثير عندنا من الأدعية علماء يعملوها، كثير من زيارات علماء بيعملوها في المقام، عالم نحترمه بس هو من مثل العصمة من مثل الحقيقة المطلقة. هذا شرك كما قلنا أنه الإنسان الله يريد للإنسان التوحيد بالشكل الذي يؤصل عقل الإنسان وفكره مثلا، وإن فإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يعني النبي إنما عظمته أنه عبد الله سبحانه وتعالى ودعا إليه وأطاعه وتقرب إليه، والأئمة عليهم السلام كذلك، حتى هم الأئمة يقولون هذا: من كان وليا لله فهو لنا ولي ومن كان عدوا لله فهو لنا عدو. هذا يسموه الشرك في الطاعة في المقام. في كثير من الحالات شرك في العبادة وشرك مثلا في الألوهية، وعندنا شرك في الطاعة، وهذا الذي يغرق الناس فيه عندما يطيعون المستكبرين، يطيعون الكفرة، يطيعون الفسقة، من جهة حتى يتوصلوا من خلال طاعتهم لهم إلى أن يحصلوا على حوائجهم.